عدم هذه مسألة يعني غير واردة، لأنه الأمر ما كيتعلقش بجميع المواضيع، كيتعلق بواحد الموضوع الخاص بشعبتين. من الطبيعي أنه يتعاد فقط الموضوع اللي خاص بشعبتين، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص ما بين جميع المترشحات والمترشحين غيتم إعادة الاختبار بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين. وهذه مسطرة اللي معروفة ويعني وعادية، وهي اللي فيها ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارتاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.